العيد بتسلسل هاد تسلسل بارك عليك تمشي مال الدار وهادي دار راح تفرح مو خان غلا ماشي مسكين الله يتقبل من الجميع. الظروف صعيبة شوية على الساكنة المغربية ولكن الحمد لله على كل حال نتيجة كيف كيقولوا الانفلاسيون كاين الثمن طالع ولكن احنا ما غنحتجوش على هذه الحمد لله على كل حال. حوالا واخا كاينة السلعة كاينة السلعة في السواق هنا في البطوار هاي باقا كاين اللي يقول لك ما كايناش السلعة السلعة هي باقا والأثمنة راه الوقت غالي الله يحسن العون. الكيلو السردية دايرة 60 درهم والبرقية دايرة 55 درهم وعلى حساب كل محلة عاوتاني واش ناوي دير لها. بالنسبة لحنا عندنا البطوار هنا المجازر القديمة كلشي الكيلو ما كاينش المعاينة ولا كدوز زوينه عندنا فاخر هنايا فاخر شوا 160 واخا شويه غالي هاد العام بصله حتى هي كاينه شي الشعير بصله حتى هي على كل ديالنا نطوب البريباراتو ديالنا نطوع عند الدار انا والصديق ديالي كنمضيو الناس هنا ولاد عين السبع وهادي كنخدموا معاهم وكيجيو حتى ناس برانيين كنمضيو لهم الماس على اساس حيت كنمضيو الماس مزيانين وداكشي مبروك عيدك الله يبارك فيك سميتي مهدي مبروك عواشركم مرحبا بكم عندنا شنو كدير دابا دابا اختي هذه مناسبه نبغيو نبرع على راسنا شي نشوطوا الراس لجيراننا اللي عنده نشوطوا ليه اللي ما عندوش نشوطوا ليه وغاد هكاك نتمنوا الناس الخير داك وكنباركوا عواشرهم اي غير الوطن غير هادي حنا كنشوطوا وكنديروا كلشي هذه الوجيبه ديالنا اللي كنشوطوا فيها وكنفرحوا وكيفرحوا الناس معنا وكيتعاونوا معنا الناس